مثلا الخيرات، برنامج الامتحان هذا اللي انا دائما يعني بنشر فيديوهات الطلاب بيعملوا عليه امتحان، وبصراحه غلبني يعني البرنامج، يعني مش بسيط. هلا لما تيجي تشتغل شركه برنامج ويتوزع الشغل على مجموعه مبرمجين، بكون اسهل كتير عليهم انه واحد وبيشتغل مدرس بعيد عن البرمجه وعن اجواء البرمجه، انه يعمل هيك شغل بضل يعدل عليه. انا صار لي 6 سنين بمتحن الطلاب عليه وبعدل عليه. هلا اول شغله صغيره عملتها على البرنامج كتعديلات، يعني حطيت الاي بي سي دي هدول. احيانا بيجي مثلا بنحط خيار معين بيطلع هون انه والله الجواب مثلا الف زائد باء او اي زائد بي، فشفت انه من الارتب اني احط هاي الاحرف هون، وحطيت نسخه ثانيه منهم هون. طبعا انا عامل في البرنامج هون ليفت تو رايت ورايت تو ليفت، في عندي مشكله في موضوع اللغه، يعني مثلا في عندي بعض الاسئله بتكون بالانجليزي مش بالعربي، وخاصه لما يكون في اسئله بالانجليزي فيها حل وفيها اقواس، ان كانت رايت تو ليفت من يمين لليسار الاقواس بتتخربط. يعني كثير صارت معي ايام مثلا لما اعمل اسئله للتوجيه، التوجيه القديم او حتى الجديد في الاند والاور، الاقواس بتتخربط. فانا بترك مجال للطالب انه يغير ليفت تو رايت ورايت تو ليفت، بس في كثير طلاب ما بكونوا سامعين شو بحكي. فامبارح عملت تعديل على البرنامج، واول شيء عملت اي بي سي دي هون وخليت السؤال يتغير لحاله، عملت فيلد في الداتابيس جنب رقم السؤال والسؤال والاربع خيارات والسوليوشن، عملت كمان فيلد حطيت فيه انجلش او عربيك. فلما اجي ادخل هون مثلا، انا لما بدي اجي ادخل لنفترض على النكس كويستشن هون، ان شاء الله تبين معي لانه الكود كتير طويل صراحه. عملت حركه هون، وين النكس كويستشن؟ اتوقع انه فوق. عملت هون انه ياخذ زي ما بياخذ قيمه السؤال، زي ما بياخذ قيمه السؤال اوكي اللي هو السؤال نفسه كتكست يعني والخيارات، برضه ياخذ الاخر فيلد عملته كانجلش او عربيك، وعلى اساسه انه اعمل رايت تو ليفت وليفت تو رايت. يعني هاي الشغله مش كتير معقده يعني، بس انه مريحه. والله ما عارف وين حاطها في الكود، يعني هو حاطها بالكويستشن بيك انا مسميها، والله ما عارف شو مسميها. المهم هو بهذا الشكل يعني الشرح اللي انا بحكي، انا ما بدي اطول الفيديو كتير. اوكي هون هيها يعني طلعوا هون الريدر، شايفين الريدر هون؟ مثلا ريدر اوف زيرو بيجيب القيمه الاولى من الـ من الـ 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 الريدر اللي بيصير لف، يعني هو بيجيب ريكورد كامل في الداتابيس. فالزيرو اللي هي اول فيلد، ال1 الفيلد الثاني، فضفت هاي وسميتها لانجويج، فبحكي له انه اف مثلا لانجويج انجلش اعمل لي هذا الشيء وحول لي رايت تو ليفت من الحكي هذا، والس يعني عربيك بدها تكون هيك. اوكي هاي اول شغله. طبعا هذا الحكي انا رحت على الداتابيس، يعني هون لو اجينا هون مثلا على الداتابيس، انا هون منزل فيرتشوال ويندوز سيرفر 2016 اوكي على نفس الجهاز. باسورد ماشي. هون مثلا لو بدي ادخل على امتحان السابع، انا عندي هون السؤال question والسوليوشن، سوليوشن 1 او تشويس 1 تشويس 2 تشويس 3 تشويس 4 وهذا السوليوشن. اوكي هي السوليوشن. هلا انا ضفت اضافه هون، هيها لانجويج جنبها انجلش او عربيك. هذا اول تعديل عملته. التعديل الثاني اللي كتير بهمني يعني انا صراحه، وهذا اكثر شيء غلبني في الموضوع، اني انا بدي نسخه الطالب بس يجي يمتحن. يعني هاي الطالب مثلا عندي هلا بعمل امتحان اللي هو يحيى، بس يخلص امتحان يحيى روح لي على صفحه المراجعه اوكي ضلك كمل لل 20 حل اي شيء. طب بلاش تكمل لل 20، روح لي هون على بيجز، في انا تارك خيار للريفيو اوكي ريفيو، هيك بتروح على المراجعه مباشره. عملت هاي الكبسات هون، شايفين الكبسات هاي؟ طبعا هاي الكبسات غلبتني لانه انا مش مقرر عدد الاسئله بشكل ثابت، يعني انا هاي الكبسات بتطلع بناء على عدد الاسئله، مثلا حاط 20 سؤال بيطلع 20 كبسه، حاط 30 سؤال بيطلع 30 كبسه، فكلها افات يعني. وانه بس واحد يختار اي سؤال، مثلا 12 اختار 12 بلونه اوكي، انه هذا السؤال تمت مراجعته. يعني صوره الطالب ما كانت تطلع بالدبل كليك عليها، والله دبل كليك صورة الطالب ما كانت تطلع بالمراجعة، صارت تطلع سكرها. حطيت هون كبسة فينش ما كانت، كنا نسكر البرنامج مباشرة. روح لي على سؤال من الأسئلة اللي حليتهم، مثلا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو شيء زي هيك. طبعا هون هاي مثلا هذا السؤال اللي كان حاله، هاي حله كان ممكن يغيره، بس يعمل فينش، اعمل فينش والله مش مشكلة من غير ما تحل فينش. يس صفر علامته مش حال ولا إيش، صح أوكي اعمل أوكي. هلأ هون طبعا أنهى
ماشي. انا بدي ارجع على جهازي، بدي ارجع على جهازي هون اللي انا عامله ويندوز 10 ويندوز سيرفر، واروح على الويندوز سيرفر، هاي الويندوز سيرفر، وبدي ادخل على هو الصف السابع. انا عامل كويري يعني، فهي الصف السابع شفت 2A اللي هو الفترة، انت الف ولا باء؟ الف. الفترة المسائية. هاي يحيى، يحيى اسمك صح؟ هاي جاب صفر. هلا هذا الاشي انا كنت عامله من اول. هون طبعا الطلاب شو امتحنوا عندي؟ كمبيوتر ومهني، وعملت مهني لما صرت ادرس مهني، ولا كان الامتحان بس كمبيوتر من غير خيارات، يعني توسعت الامور لما احتجت انا. بس في شغله زياده عملتها وعجبتني يعني، يعني او انا محتاجها. مثلا انا رحت على الاكزام، وين الاكزام؟ هيو في عندي صفحه نوت باد او فولدر نوت باد، وهون بالصفوف اللي عملوا امتحان. هلا احنا ما ندخل على السابع، سابع الف صح حكينا؟ ده ولا سابع الف؟ هيو انا مسميه سابع الف مسائي. اوكي وين يحيى؟ يحيى، هي يحيى ماشي. لا مش هذا على فكرة، هذا قديم. في سابع ألف بس مش إيفنينج، أنا مسميه شفتو أهيو. هيو كنت مسميه إيفنينج زمان، بعدين بطلت سميته شفتو إيه والراح. هيو هلا لو دخلنا هون مثلاً يحيى، هي يحيى. أوكي سوري إني كتير بروح باجي في المعاي. بس ما تخزنت هاي. أيوه هاي. أوكي هيا يحيى الظريف. هاي طبعاً هاي امتحان حاسوب، امتحان مهني. هون بيطلع لي علامته صفر من 20 وكم سؤال شاف؟ شاف 8، يعني شاف 8 او خلينا نحكي حل 8 وطلع وجايب صفر منهم من اصل 20 سؤال. امتى دخل وامتى طلع؟ طبعا هذا الوقت له علاقه في الكمبيوتر، اللي ولا كمبيوتر عندنا فيه بطاريه صالحه، فبالتالي ما بحفظ التاريخ والسنه واليوم. يعني هي كمان 2006، هذا تاريخ صنع الكمبيوتر يعني، فبدهم بطاريات الاجهزه. يعني هون لازم ياخذ التاريخ والساعه صح من الكمبيوتر لما يكون صح، بس كمبيوتر غلط. هلا كل هذا الاشي انا عامله من اول، بس عملت هون نسخه من الداتابيس اللي طلعت اسئله للطالب. انا عاملها بتتخزن على الدي، بس كمان لانه احيانا بتنمحي، بيجي الطالب بيحكي لي مش عارف ايش، لا انا ما طلع لي هذا السؤال. هاي الاسئله، طبعا هاي الاسئله العشوائيه 60 50 25 19، هاي السؤال وهاي الحل تبع الطالب، هذا الحل تبعي انا. وهي كمان ضفتها من فتره، ضفت هون فيلد عشان ما اصير ادور انا انهم بيشبهوا بعض ولا لا. هو الكمبيوتر بيعمل مقارنه، انا هيك عامل يعني، انه الكمبيوتر يعمل فور لوب على هدول الاجوبه، بيعمل مقارنه اف ماتش، اذا بيشبهوا بعض انه واحد. فاحيانا بصير ادور انه وين الغلط، فانا كتبت هون ميستيك او كوركت، كلهم غلط طبعا لانه جاب صفر. وهون كمان انا من السيرفر عملت شغله صغيره، طبعا الفولدرات اللي طلعت هاي زياده فولدرز، هاي انه انا لازم امحيهم من القدام. في شغلات قديمه لما كان اسمه ايفنينج بطلت ايفنينج سميته شفت مثلا شفت 2. هلا هون كمان اخر شغله قبل ما يخلص الفيديو، ما ضل يمكن ساعه في التلفون. في عندي هون مثلا سويت فولدر اسمه هيو اسمه سبريت تو كمبيوتر، هيك انا مسميه. في اكزام، اي تعديل صرت اعمله على البرنامج احطه هون، بدل ما اروح على الاجهزه الف عليهم واحد واحد اشيل الديب فريز واعمل التعديل، لا رحت عملت شورت كات. يعني هذا الشورت كات ماخوذ من السيرفر، وعاده بس يجي شيء من السيرفر ملف بيحكي لك انه يمكن يكون نت فاليد وفايروس وهيك. برضه دخلت على اليوتيوب لقيت طريقه انه تمرق تعمل اكسبشن لهاي الاي اكس اي فايلز، يعني انه ما بدنا انه بس اجي اكبس على شغله مثلا معينه من سيرفر يحكي لي ار يو شور، لا يدخل على الامتحان مباشره. فصار اي تعديل بعمله على الامتحان من السيرفر يتغير هون، مش انه والله اوقف الديب فريز زي كل يوم وارجع احط نسخه وارجع بعدين ثاني يوم اكتشف شغله غلط. فيعني الموضوع مريح لما يكون في كنترول يعني. غير هيك طبعا انا دائما بحب اني اورجيكم في كل فيديو البرنامج اللي انا ما بقدر اعطيه لحدا، لانه يعني صراحه مكلف البرنامج بغض النظر انا كيف جبته، بس لاني متت عشان اجيبه وجبته اخر شيء، وسعره تقريبا 950 دولار حسب ما عرفت، او يعني بحدود رينج ال 1000 دولار. اني كيف اتحكم في الاجهزه هي هون كلياتهم عندي. هذا الجهاز اللي كان من شوي ممكن ادخل عليه من هناك هيك واسكره مثلا، اسكر الهاي ها. اوكي نرجع هون، بقدر اطفي الاجهزه طبعا، وبقدر اعمل كثير شغلات، ممكن اعمل شات، ممكن اعمل درس معين مثلا. هاي انا هلا بدي اطفيهم، طبعا هو علق لانه شملت معاه اجهزه مش موجوده حاليا. يعني لو عملنا كنترول الت ديليت او اوكي هاي نو، خلينا ارجعهم هيك.
طيب كنترول ال ديليت. اوه لفت الشاشه كلها. المهم طبعا اسف الفيديو انتهى. اول شيء قلبت الشاشه بالفيديو اللي قبل وخلصت الساعه تبع التلفون. المهم على السريع وكان معلق البرنامج هاي هدول بعلم عليهم هيك. ممكن هون استعرضهم من هون زي ما كنت عامل قبل شوي. وبكل بساطه باور اوف. فعندي هون الاجهزه اوكي. فبحكي يعني بحكي بشكل عام انه الكنترول كتير حلو واستخدام التكنولوجيا في مساعد الشخص او حتى المعلم وكيف لما يكون بتخصصنا احنا فبكون كتير حلو يعني. والله يعطيكم العافيه. راح اطفي السيرفر. طبعا السيرفر بنطفى عادي. هاي السيرفر اللي هو الفيرتشوال يعني. شكرا. هاي طفوا الاجهزه.